في تقدم نرصد سيرها من جماعة دار الكبدانية القروية بإقليم دريوش نواحي الحصيمة، حيث يستقبل المركز الصحي الفئات المعنية بالمرحلة الأولى من الحملة. مجموع من تم تلقيحهم بإقليم دريوش بلغ في الإجمال إلى حدود يوم أمس أزيد من 14,000 شخص. روبورتاج فؤاد عزوزي ومحمد حجوب. في جامعة دار الكبداني نواحي مدينة الدريوش ترحيب خاص بسير عملية التلقيح. هي جماعة قروية يفوق تعداد سكانها 12,000 نسمة، نساء ورجال من الفئات المستفيدة من حملة التطعيم. وجهتهم المركز الصحي القروي دار الكبداني بمركز الجماعة الذي يعد من بين 28 محطة للتلقيح بإقليم دريوش. هنا تتم عملية التلقيح والتذكير بموعد الجرعة الثانية. شهر 3 غادي تولي دير الجرعة الثانية، راه مكتوبة هنايا، صافي ها هي الوقت ديال الرسوم ديالك. الملك ديالنا خرج تلقيح الدواء ديال كولورا وجينا وفرحنا وجينا والله ينصرو. الدنيا هانية الحمد لله رب العالمين، كل شيء في يد الله، وكنت منا إن شاء الله المغرب ديالنا يزيد لقدام. مراقبة المريض يعني حتى بعد التلقيح يقدر يرجع في اي وقت للسنتر الا بانت عليه اي اثار جانبيه من بعد. والحمد لله المركز دار الكبداني كنقوموا بالتلقيح ضد مرض كوفيد، وكنقوموا حتى يعني بالمهام العاديه ديال السنتر اللي كنقوموا بها في العام كامل. بمشاركه الدرك الملكي والسلطه المحليه تم تعبئه 40 وحده طبيه متنقله على مستوى اقليم الدريوش للوصول الى بعض المناطق الجبليه البعيده عن مراكز التلقيح القاره، حيث تستهدف هذه الفرق المتنقلة بعض التجمعات السكنية والمهنية والإدارية. مندوبية الصحة تبنات النمط المتنقل ايضا، ان كما كنعرفوا ان اقليم دريوش معروف بالطابع القروي، بحيث انه اكثر من 70% من الجماعات اللي عندهم طابع قروي هنايا بالاقليم. هاد النقاط مثلا التجمعات السكنية يعني اللي كتعاني بواحد العزلة، ولا الشركات اللي او بعض الملحقات الاداريه او بعض الخيريات اللي العدد ديالها كيفوت 50 شخص. بعد التوصل بالجرعات الاضافيه من اللقاح المضاد لكوفيد 19 سيتم تسريع وتيره التلقيح لتشمل كل الجماعات هنا باقليم دريوش، حيث تم لحد الان تلقيح ازيد من 14,000 شخص بهذا الاقليم.